السلام عليكم. الآن يمكنكم الاستمتاع بقطع الدجاج التي تشبه بشكل كبير جدا KFC أو كنتاكي. صراحة دجاج رائع، مذاق ممتاز جدا ولا يقاوم، والوصفة أيضا يعني سهلة جدا بالنسبة للناس التي تريد أن يعني أن تعمله على الفرن، أو يعني يتم قليه. يعني أنتم عندكم الاختيار، ما متوفرش عندكم الزيت يمكنكم تطبيق الوصفة على يعني الفرن، فقط يتم دهن زيت الزيتون مع هذه الوصفة التي سوف تكتشفونها إن شاء الله في الفيديو. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله سوف نقدم لكم وصفة لذيذة وإن شاء الله سوف تنال إعجابكم. أول شيء سوف نحتاج فقط صدور دجاج، يعني البوتخين ديال دو بولي. كنحتاجو تقريبا من 300 غرام الى 500 غرام بالنسبه لهذه المكونات التي سوف اعطيكم. بالنسبه للمكونات فهي كنحتاجو ملعقه ملح، فلفل احمر، فلفل اسود، كمون، بقدونس، ويعني جوج قطع ثوم. الى ما كان الى عندكم الزعتر يمكن لكم تاخذوه بالبقدونس او معدنوس كما كنقولوا ليه حنا بالمغربيه. وكنحتاجوا ايضا زيت الزيتون وكاس ماء. بالنسبه يعني كي الطريقه سهله جدا. المهم كنحتاجوا فقط صدر ديال الدجاج، كيكون يعني قطع ما كيكونش يعني رقيقه يعني، وكان يعني كنضيفوا لهم هذه المكونات. ويعني بالنسبه لقطع الثوم كنحكوها عليهم مع يعني شويه ديال البقدونس او الزعتر كنحكو عليهم، وكنديروا يعني تقريبا ملعقه تاع زيت الزيتون او ملعقتين كحد اقصى. المهم ملي كنديروا دوك المكونات كنخلطوها مع بعض، يعني ضروري يعني من تحريك جيدا، ويعني نقدروا نستعملوا مثلا يعني فرشات يعني باش يتم يعني يكون فيها واحد ثقوب صغيره تاع دوك الصدور الدجاج باش يمكن يعني جميع المكونات تدخل فيهم بشكل ممتاز. وانا يعني غنعملهم يعني غنعمل جوج طرق. الطريقه الاولى سوف يتم يعني قليهم، الطريقة الثانية سوف أدخلهم إلى الفرن، يعني على حسب الاختيار، على حسب يعني كل ناس. يعني هناك ناس تفضل على الفرن، وكاين الناس كيفضلوا يعني مقلي. المهم أنا أعطيتكم يعني بجوجهم. صراحة أول مرة كنجرب أنا يعني على الفرن، ولكن صراحة جا المذاق ممتاز جدا، يعني ما تحتاجوش الزيت. أنا فقط يعني ما بغيتش يعني جربت فقط قطعة واحدة أو قطعتين لكي أجرب. اما بالنسبه يعني في القلي ديما كنستعمله في القلي، ولكن من الان فصاعدا ان شاء الله سوف ابدا في استعمالهم فقط على الفرن. المهم مني كندهنوهم مع يعني كنخليو دوك المكونات مع بعض، كنحتاجو انا عوض دقيق الابيض عوضته بدقيق الذره، حيت دقيق الذره يعني ما فيش الجلوتين. هذا هو يعني تقدروا تستعملوا الناس اللي عندهم حساسيه من دقيق الجلوتين او دقيق الارز، او هذو هما فقط اللي يقدروا يستعملوا. اما الناس اللي عادي يمكن لهم يستعملوا دقيق الابيض او القمح او غيره. المهم كما كتشوفوا راه طريقه سهله جدا. وبالنسبه للناس اللي بغات ديرها في الفرن ضروري فقط دهنهم، يعني يتم دهن زيت الزيتون يعني مع تلك المكونات، يعني وتجفيفها، يعني ضروري تجفيفها يعني مع دقيق الذرة او دقيق الابيض، او يعني على حسب الاستعمال. الناس اللي غتستعملها في الفرن مباشرة يعني عند التنشيف يعني يتم دهنها بزيت الزيتون. المهم شهية طيبة وان شاء الله تعجبكم يعني الوصفة. صراحة اعتقد ان يعني الوصفة ما تحتاجش يعني شرح او غيرها، يعني سهلة جدا. واي اسئلة يمكن لكم تفضلوا توضعوها في تعليقات. شكرا لكم وشهية طيبة. صراحة راه كيجيو واحد المذاق رائع جدا، ما تبقوش تفكروا يعني تشريو يعني KFC او غيرها، حيت يعني ولات عندكم KFC تقدروا تصوبوها بنفسكم، يعني واحد المذاق اللي يشبه يعني KFC. شكرا لكم.
Thank you.